أتواجد في مؤتمر الجولان للتطوير الاقتصادي، هذا المؤتمر الذي بدأ في الساعة 9 صباح هذا اليوم، من المرجح أن ينتهي الساعة 8:30 مساء. تخلل زيارة مهمة لعدة شخصيات بارزة سياسيا إسرائيليا، نتحدث عن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، وأيضا يتسحاك هرسوغ رئيس الدولة، وعدد كبير من الوزراء ألا وهم أيالي شكيد وزيرة الداخلية، جدعون سعر وزير القضاء، وأيضا جملة كبيرة من الوزراء. يأتي هذا المؤتمر لتعزيز هدف أساسي ألا وهو التواجد الإسرائيلي في مناطق الجولان. نتحدث عن غاية إسرائيلية استراتيجية يراها بنت، ويرى أن يجب رفع التواجد الإسرائيلي السكاني هنا، ويضع خطة واضحة من شأنها أن ترفع التواجد الإسرائيلي السكاني. حاليا يتواجد 3000 مواطن إسرائيلي هنا، والغاية أن يتم مضاعفة هذا الرقم وصولا إلى 6000 مواطن حتى وصول 100,000. هنالك خطة واضحة من المتوقع أن يقوم بنت بالإعلان عنها بشكل رسمي خلال 6 أسابيع قادمة. سوف تنعقد هنا في هذا المكان جلسة حكومية أخرى لإقرار هذه الخطة ووضع حد زمني لتطبيق هذه العملية. بنت يرى أن هذه الأماكن استراتيجية، الجولان هو منطقة استراتيجية لإسرائيل، ويجب فرض السيادة عليها، حتى أنها فرضت السيادة عليها، ولكن هذه المنطقة غنية بالموارد الطبيعية لم تستغلها إسرائيل كما يجب، لذلك يرى أنه يجب من شأنها أن تطور هذه الأمكنة. طبعا ذكرت أن الجولان تعود من جديد إلى الواجهة، نتحدث عن مؤتمر كان برعاية صحيفة إسرائيلية وهي مكور ريشون، وأيضا برعاية العديد من الشركات الإسرائيلية كشركة إنرجيكس للمراوح، وهذه الشركة تخطط لإقامة العديد من المراوح في مناطق الجولان، وهذا الأمر يرفضه الجولانيون الذين يرون بهذا المخطط كاستهداف لوجودهم والوجود الجولاني. وأيضا هذا الأمر وهذا المؤتمر كان له ردود أفعال كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والعلاقات ما بين الدول، أبرزها تصريح وزارة الخارجية السورية بهذا الصدد، والتي رأت بهذا المؤتمر كتهديد للجولان التي تراه جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية ويجب العمل على تحريره. ولكن بنت شدد من هذا المكان اليوم أن الجولان هي أراضي إسرائيلية وإسرائيل لن تتنازل عليها، وبالفعل يخطط أن يقيم ويشدد التواجد السكاني الإسرائيلي. أيضا ألمح بتصريحاته أيضا إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب الوجود الإيراني في سوريا، وأيضا نستطيع أن نرى بتصريحات بنت نعم يعني بالفعل كما ذكرت بأن الحكومة الإسرائيلية يعني تعتزم بناء بلدتين جديدتين في الجولان، ويعني أيضا أعلنت بأنها ستقوم أو ستعقد جلسة حكومية لها في الجولان، ولكن السؤال يعني لمن توجه إسرائيل كل هذه الرسائل من الجولان؟ طبعا هنالك عدة جهات بنت أرسل لهم برسائل، نستطيع القول إن كانت على الصعيد المحلي يوجه رسائل واضحة إلى الشارع الإسرائيلي. بنت يحاول رفع من شعبيته هنا وأن يؤكد للمواطن الإسرائيلي أن هذه حكومة يمينية ولا زالت ترعى مصالح إسرائيل بالتمدد والتوسع السكاني في هذه المناطق خاصة، والتي يراها البعض أنها تعود للسيادة وإلى المناطق السورية. لذلك بنت يريد أن يشدد أن هذه الحكومية يمنية ترعى المصالح، بالرغم من تواجد أحزاب يسارية في هذه الحكومة، وبالرغم من أنها أخذت دعم من قائمة عربية، ولكن بنت يصر على أن هذه الحكومية يمينية إسرائيلية ترعى مصالح إسرائيل في التوسع الإسرائيلي. وأيضا من المهم أن نشير أن بنت يرى ويريد إرسال رسالة إلى روسيا بالتحديد، كونها ترى أن مناطق الجولان أيضا في أي مفاوضات مستقبلية هي مناطق سورية، وروسيا ترى أن من شأن إسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق لكي تصل إلى تسوية مستقبلية مع سوريا. لذلك نستطيع القول أن بنت أرسل رسائل لجهات متعددة، منها المواطن الإسرائيلي، منها إلى النظام الروسي الذي يتواجد بكثافة. نستطيع القول بحسب محللين أنهم يرون بروسيا لاعب مركزي جدا، خاصة في الأزمة الداخلية في سوريا. وأيضا بنت أشار إلى أن هنالك الفكرة نعم من الجولان وتحديدا من مؤتمر جولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي. مراسلة I24 نيوز فاطمة خميسي، شكرا جزيلا لك.